هلا. هاي الأغنية هسه مشهور بالتيك توك كلش هواية، وتقريبا كلكم تحبوها وأنا همين أحبها. شبيش يا بي. نزلت هاي الأغنية على ستوري الإنستغرام، طلبتوا مني بالدايركت كتولي ليش ما تسوين كفر لهاي الأغنية، وأنا قلت أوكي ليش لا، فقررت أن أسوي كفر لهاي الأغنية. بالمناسبة لا تنسون تتابعون على الإنستغرام، رابط موجود بالبايو، وبس ونعيش عيشة سعيدة لأن أنا هناك active most of the time. وشغلة مهمة، إذا عندكم أغنية تريدون أسوي لها كفر اكتبوا بالكومنتس أغنية أنتم تحبون أن أسوي لها كفر، أنه أغنيها. باي ذا واي، شوف التعليق آخر كفر نزلته، نادى تسأل تقول شنو معنى كفر. كفر هو أنه أنا أغنية أن أجي أغنيها، هذا يسموه كفر، يعني بما معنى أنا سويت كفر لهاي الأغنية. أوكي أوكي we're good we're good. شرحتها بهذا الفيديو حتى الكل يفتهم شنو معنى كفر. let's jump straight into the cover right now. يعني بسرعة قوم زين على الكفر، يعني بسرعة فضلينه. كفر اليوم راح يكون بالجيتار. I'm so fanny and all salty. Hate to see you with some other one. Are you happy? Hate to see you happy if I'm not the one driving. I'm so mature.